إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، في أول مواجهة له مع الإسلام كاد أن يقتل صحابيا، وانتهى به الأمر أن أصبح العدو الأول لليهود في المدينة. فمن هذا الرجل؟ ومن يكون؟ أثبت لنا هذا الرجل أن عمر الإنسان ليس مرتبطاً بعدد السنين، إنما ارتبط بحجم العطاء الذي يقدمه. هذا هو عمر الإنسان الذي أوصله لنا هذا الرجل. من سنتحدث عنه؟ ما عاش طويلاً في الإسلام، عاش في الإسلام أقل من 7 سنين، ومع ذلك ترى عطاءً عظيماً قد قدمه. تقف متعجباً حينما تنظر في نهايته ومصيره. لنمضي سوياً إلى هناك، لنتعرف على الرجل بصورةٍ أقرب، وننظر كيف أسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة ليقوم بدوره بدعوة الناس وبتهيئة المدينة لتستقبل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أراد أن يهاجر إليها. مضى مصعب والتقى بأسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وكان قد أسلم. فتحرك الرجلان، مصعب من المهاجرين وأسعد من الأنصار، ليمضوا إلى بيوتات أهل المدينة ليتصلوا بالأوس والخزرج ليقوموا بدعوة الناس. دخل مصعب وأسعد في بستان للأوس، وأخذوا يجتمعون برجالات الأوس أملاً بإسلامهم، إلا أن رجلاً كان يرقبهم عن بعد. شرق بهذا الأمر وتضايق منه وتذمر، وهو يرى هذين الرجلين يقتحمان هذا البستان ويقومون بدعوة الناس. أقبل الرجل متضايقاً مما يشاهده، فإذا بأسعد يقول لمصعب بن عمير: يا مصعب، هذا سيد قومه ومن ورائه قوم لو اتبعك ما تخلف عنك أحد منهم، فاصدق القول فيه. جاء الرجل فغرس حربته أمام الرجلين، ثم قال: يا أبا أمامة، يخاطب أسعد بن زرارة ولم يلتفت لمصعب، وكان أسعد ابن خالة هذا الرجل. قال الرجل بعد أن غرس حربته وكأنه يقدم إشارة تهديد بصورة غير مباشرة: يا أبا أمامة،
لقد علمت ما بيني وبينك من قرابة، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ تأتون إلى هذا المكان لتغيروا عقائد الناس وتجعلونهم يتمردون على دين يؤمنون به؟ أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وقبل أن يجيب أسعد تكلم مصعب فقال، قال: أيها الرجل، أتقعد فتسمع؟ إن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. اجلس، اسمع لحديثنا، إن أعجبك فاقبل، وإن لم يعجبك فإنا مغادرون، لا نريد أن ننغص عليك صفو حياتك. قال الرجل: أصبت. وانظر إلى العقلاء حينما يسمعون كلاما معقولا وكلاما يتقبله العقل، لن تجد منه إلا الإنصاف. قال: أنصفت. فوقف وقد اتكأ على حربته، فبدأ مصعب بن عمير يدعوه إلى الإسلام ويقرأ بين يديه شيئا من القرآن. فقام الرجل واتخذ قرارا عجيبا في لحظات، قال: ماذا يصنع من يريد أن يسلم؟ هكذا سمع القرآن فأعجب به، ورأى كلاما بليغا فصيحا لا يستطيع له ردا، قال: ماذا يصنع من أراد أن يسلم؟ فقام مصعب وأخذ يعلمه الإسلام بصورة مختصرة. أين كانت المفاجأة؟ المفاجأة أيها الأحبة، كان بإمكان هذا الإنسان أن ينزوي في بيته وأن يتلذذ بإسلامه وأن ينظر في إيمانه وأن يشعر بشيء من الأنس وقد جلس مع أهله في داخل بيته. لا، ما فعل هذا. للتو قد أسلم، فمضى إلى قومه وهو يقول: يا بني عبد الأشهل، كيف ترون أمري فيكم؟ يخاطب قومه هذا الرجل. يا بني عبد الأشهل، كيف ترون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأرضانا وأوصلنا وأفضلنا رأيا. أغدقوا عليه بهذه الألفاظ، وحينما تسمع هذه الألفاظ للوهلة الأولى تعرف يقينا مكانة هذا الإنسان عندهم. فقال: واسمع إلى هذا القول الذي أصفه بالانتحاري، قول انتحاري. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. كيف يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ أنت لا تريد أن تغير شيئا يسيرا، لا تريد أن تغير بيتا، أن تغير رأيا بسيطا، أن تغير دابة، تريد أن تغير عقائد قبيلتك، تقول هذا الكلام؟ ألا تخشى أن ينقلب عليك، أن يرفضوا هذه الدعوة، أن يعينوا زعيما جديدا عليهم؟ كيف تتجرأ وتقول مثل هذا الكلام؟ هي جرأة. بالمعايير السياسية وبالنظرة الاجتماعية تعجب أن يقدم على مثل هذا الكلام ويضعهم في خط المواجهة وفي حد فاصل أن يقرروا. فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما مضت شمس ذاك اليوم وأقبل قمرها حتى دخل الإسلام بيت كل رجل وامرأة من بني عبد الأشهل. لقد راهن هذا الرجل على حبه في قلوبهم، وراهن قبل ذلك على قيم الإسلام ومبادئه
وصحتها ونضجها حينما يسمعون حقيقة هذا الدين. فلذا أقبلوا في دين الله دون تردد. من هذا الرجل؟ وأي عقل يحمل؟ إنه سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه. سعد ما عاش طويلا في الإسلام، عاش أقل من 7 سنين. لنشرف على مشهد آخر لهذا الرجل. تعلمون أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، كان من ضمن بنودها أن يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا داهمه من داهمه داخل المدينة. ولا علاقة للأنصار من أوس وخزرج بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج خارج نطاق المدينة، ليسوا ملزمين بذلك. فأتت غزوة بدر على غير تخطيط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ قافلة أبي سفيان، لكن الأمر تغير وأصبحت المواجهة الحتمية لا بد منها. المشركون قد استعدوا والمسلمون هم كذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف موقف الأنصار، وهم الذين ليسوا ملزمين أن يتحركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بحس القائد الذي يريد أن يستشير أصحابه، وهو يعي جيداً أن المواجهة مع قريش لن تكون نزهة، ستبذل فيها المهج، ستدفع الدماء، ستكون الجراحات. الأمر ليس سهلاً، ليس سهلاً. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تجنب الدكتاتورية التي قد يمليها البعض، قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، ما رأيكم؟ ماذا نفعل؟ فقام أبو بكر وتكلم فأجاد، وقام بعده عمر فتكلم فأجاد، وقام المقداد بن عمرو فتكلم بكلام بليغ فأجاد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هؤلاء، هؤلاء من المهاجرين، ومن الطبيعي أن يقدموا هذا الكلام الرائع، قلوبهم تحمل حنقاً على قريش ويريد أن يستردوا أموالهم وأن يصفوا حساباتهم مع زعامات قريش التي كم نالت منهم في مكة. فمن الطبيعي أن يتحدث المهاجر بهذه اللغة ويدعو للمواجهة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هؤلاء، حتى قال مرة أخرى: أشيروا علي أيها الناس. فالتقطها سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي بحصافته ونباهته، قال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا، تريدنا، تقصدنا نحن. قال: أجل، أجل، لا مجال الآن للمجاملة، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صريحا معهم. أجل. تكلم سعد واسمع ماذا قال، وهو الذي ليس ملزما أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، ليست من بنود البيعة. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصدق في الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. ثم قال: يا رسول الله، صل شئت، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وإنما تأخذه منا أحب إلينا مما تعطينا إياه. ما هذا الكلام الفخم؟
كلام فخم يقدمه سعد بن معاذ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع هذا الكلام فقال: سيروا وأبشروا. وهو يسمع هذا الرجل العظيم يتكلم بهذه اللغة، يتكلم بهذه اللغة، وخاصة أن جيش الأنصار كانوا يشكلون الثلثين من جيش بدر، وكان الانتصار وجرى ما جرى. ثم لنشرف على حادثة أخرى. تعلمون أيها الأحبة أن من أعظم الفواجع التي ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشريف العفيف الصادق الأمين حينما اتهم بزوجه عائشة، اتهمت أم المؤمنين بالزنا. ولك أن تنظر حجم المأساة حينما يتهم الشريف العفيف بمثل هذه التهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ربه صنعه على عينه. ويكفي أن تقرأ سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى قبيل بعثته، ماذا تجد؟ لا تجد إلا سيرة عطرة. وكم تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تجنب الكثير من الأمور، كل هذا تهيئة لكي يستقبل النبوة. ولذا عجز كفار قريش لما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجدوا عليه ملحظاً واحداً. كانوا يفتشون في حياته، يتأملون في سيرته، يبحثون عن أي شيء لينالوا منه، ما استطاعوا، حتى وصفوه صاغرين بالصادق الأمين. صادق أمين قبل البعثة، أيعقل أن يتهم بعرضه بعد البعثة؟ إذن هي قضية خطيرة بكل المقاييس. يتهم عليه الصلاة والسلام. ليأتي ذاك الموقف حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في المهاجرين والأنصار، أعداد كبيرة قد حضرت في المسجد، فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة، بعدما لاكت الألسنة عرض زوجه أم المؤمنين وهي البريئة المبرأة، قال، ويقصد بهذه المقولة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي تولى كبر هذا الإفك، قال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المهاجرين والأنصار، قال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا؟ من يعذرني من عبد الله بن أبي دون أن يسميه؟ من يعذرني؟ تخيل هذا المشهد. الوحي لم يتنزل، الوقت قد طال، والأمر ليس مرتبطا بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، مرتبط بزوجه، فالاحتمالات كلها قائمة. ولذا سكت الناس، والوحي لم يتنزل، والقرآن لم يتحدث. من الذي قام؟ قام سعد بن معاذ بين الجموع، قال: يا رسول الله، أنا أعذرك، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فنفعل أمرك. من يسجل هذا الموقف؟ سجل موقف صدق، وهو يعلم تبعات هذه الكلمة، وهو يثق بنبيه صلى الله عليه وسلم وبزوجه، قال هذا الكلام. وانظر أيها الأحبة إلى هذه النفوس الرائعة حينما تنصر الإنسان المظلوم. هكذا يجب أن تكون، أن تنصر أخاك. إذا وجدت أن أخاك قد ظلم لا بد أن تسجل موقفا، لا بد أن تنصره. وقد تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن المسلم وعن علاقته بأخيه، لا يظلمه، لا يخذله، لا يخذله. في موقف يحتاج منك أخوك أن تدافع عنه، يجب أن تتحرك حتى لو كان بعيدا عنك. لكن كم سكتنا على ظلم زملائنا، على ظلم إخواننا، على ظلم أصحابنا؟ إما أننا نخاف على مصالحنا، وإما أننا نفرح بمثل هذا الاتهام الباطل لنصعد على كتفه. وما أكثر هؤلاء
الذين يرون أن إخوانهم يظلمون المرات تلو المرات ويقف متفرجا، بل أحيانا يقف مصفقا لما يشاهد ويرى. قد تراه على مستوى الأفراد، وقد تراه على مستوى الشعوب، شعوب تظلم، شعوب تباد، شعوب تموت، وبعضنا يقف متفرجا لا يحرك ساكنا، يبخل بلسانه، يبخل بماله، يبخل بأي جهد من الممكن أن يقدمه، يقف متفرجا. طالما أن الأمر ما دخل بيتي وما مس زوجي ولا أبنائي وبناتي، فأنا ومن بعد الطوفان لا يهمني الناس جميعا، ليموتوا ليموتوا، فالأرض يسكنها الكثير، فلتخفف الأرض من حمولة أرجل هؤلاء. أخوك المسلم هكذا تتعامل معه؟ نعم أيها الأحبة. لكن سعد بن معاذ لا، وهو يعلم أن الله عز وجل ناصر النبي، ومع ذلك سجل موقف صدق ليعلمني أنا ويعلمك أنت أنك لا ترضى أن يقع الظلم على أخيك، كما أنك لا ترضى أن يقع الظلم على نفسك. لا تربط الأمر بمصالحك في مؤسسة تعمل فيها، في شركة، في أي مكان، إياك أن تسكت حينما ترى أن أخاك يظلم، كما سجل سعد بن معاذ. فها هو التاريخ يسجل هذا الموقف العظيم. أوقف سعد عند هذا الحد؟ لا. تعال نشرف على المشهد الأخير، على المشهد الأخير. غزوة الأحزاب أيها الأحبة كانت من أشرس الغزوات التي عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام. لأول مرة ترى تكتلا قبليا يقدم على المدينة ليحاصرها، في 10,000 مقاتل، عدد ضخم، ما كانت العرب تعرف هذا العدد. ولم يكن الهدف والغاية أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة عابرة تكون معها هزيمة ثم تأتي بعد ذلك صولات وجولات، كلا، كان الهدف والغاية أن يستأصلوا شأفة الإسلام في المدينة فينتهي أو تنتهي هذه العقيدة، كان هذا هو الهدف. في مثل هذه الأجواء، حصار وتكتل دولي قبلي بزعامة قريش مع غطفان وغيرها، فإذا بيهود بني قريظة في داخل المدينة ينقضون عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى حجم المأساة، المدينة تحاصر، المنافقون يتحركون في داخل المدينة وأزقتها، واليهود في طرف المدينة ينقضون العهد. ويهود بني قريظة كانوا حلفاء للأوس، كانوا حلفاء لسعد بن معاذ، فإذا بسعد يصعق وهو يرى يهود بني قريظة ينقضون العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة جاء رجل من المشركين ورمى سعدا بسهم فقطع أكحله، قطع عرق في يده، فكانت إصابة قاتلة قاتلة، سقط معها سعد مدرجا بدمائه، ما زالت فيه بقايا أنفاس. ثم دعا الله جل وعز قائلا: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من يهود بني قريظة، أشعر أنني سأموت، لكن يا رب لا تقبض روحي حتى أنتقم من يهود بني قريظة. لهج بهذا الدعاء الذي صافح أبواب السماء، وفعلا وقف نزيف الدم حتى انتهت غزوة الأحزاب وحوصر يهود بني قريظة. ثم نزل يهود بني قريظة الذين خانوا العهد لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين لهم أن سعد بن معاذ هو الذي سيحكم فيهم، أترضونه؟ قالوا نعم، وكانوا يراهنون على أنه حليف لهم وسينافع عنهم ويدافع، مثل من؟ مثل زعيم من زعامات الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان منافقا، هو الذي تدخل حينما حوصر يهود بني النضير وبني قينقاع فمنع عنهم القتل حتى غادروا وذهبوا وتركوا المدينة. فيهود بني قريظة كانوا يراهنون على هذا الشيء. أتي بسعد محمولا على حمار
بالكاد يحمل جسده. فلما وصل قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وهو في الطريق فإذا برجالات الأوس يذكرونه بحليفهم يهود بني قريظة، ويذكرونه ما كان منهم من علاقات، ويذكرونه بما فعل عبد الله بن أبي من زعامات الخزرج بيهود بني قينقاع وبني النضير، يحاولون أن يخففوا من حكمه أو أن يصدر عفواً أو أن يفعل أي شيء. فلما أكثروا عليه قال سعد: آن لسعد ألا تأخذه أو ألا يأخذه في الحق لومة لائم. لما قال هذه الكلمة أذعن الناس وأطرقوا برؤوسهم وروا أن سعدا قد قرر حكما لا قبل لهم به. لما جاء سعد قيل له: إن اليهود قد وافقوا على أن تحكم عليهم. فقال سعد: أفحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. ثم قال، وانظر إلى أدبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، ثم قال سعد: وعلى من هاهنا؟ خجل أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أدبه. قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار بيده. هنا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، وعلي، وعلي أيضا. فقال سعد: فإني أحكم عليهم أن يقتل الرجال وأن تسبى النساء وأن توزع الأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقد وافق حكم الله جل وعز. ثم ذهب سعد، لما ذهب انظر إليه وقد رفع يديه يقول، قال: اللهم إن بقي شيء من حربنا مع قريش فأبقني حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد قطعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها الآن فاجعل موتتي فيها. قال: إذا كانت الحرب قد انتهت بيننا وبين قريش الآن أموت. وفعلاً أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب قال الكلمة الشهيرة، قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، انتهت قريش. وما كاد أن ينهي هذه العبارة وكان في خيمته فإذا بجرحه يتفجر. ما علم الناس أنه أصيب بنزيف حتى قال الناس وقد شاهدوا الدم يسيل من تحت الخيمة، قالوا: ما هذا الدم الذي ينبعث من هذه الخيمة؟ فدخل الناس فإذا بسعد بن معاذ قد فاضت روحه وانفجر جرحه ومضى إلى ربه. وكان المشهد الأخير النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بسعد فيضعه في قبره، فلما سجي عليه التراب انقبض وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم انبسط، ثم قال لأصحابه: والله والله لقد ضم القبر سعدا ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. ولكن كما قال العلماء أيها الأحبة، إن الضمة تختلف من إنسان لآخر. أرأيت حينما تعود إلى أمك المشتاقة إليك ثم تضمك على صدرها فرحة مستبشرة، هي ضمة، لكنها ضمة حنان وضمة ود. وهكذا القبر حينما يتوق إلى المؤمن يضمه مثل هذه الضمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما عجيبا، قال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وهكذا رأينا أن الموت قد حدث وأن عرش الرحمن قد اهتز لموت هذا الصحابي الجليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله جل وعز أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألب بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم نصرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين.